بعض الناس هدانا الله وإياه يعلق أشياء على البيوت منها زيني خلق الله رب العالمين ده منغا وغيته هدايتك يخبل كورونو باني زيني شينا زورن دي يضع رأس حيوان رأس ثور رأس أسد ده دزمري أو يا دزناور سرج كم ده غز ورن دي أو حوت سمك أو يا ميجي كم ده غز ورن دي أو أشياء يأخذها من البحر أو يا ده بحر نزيني شينا راخليها غز ورن دي أو يضع كف أو يا شي كم ده يخبل لاس داس ورن دي أو عين يا يسترقى أو هذه الحديدة قطعة من الحديد توضع في رجل الخيل الفرس أو يا داغ النال كم دي شاقا ده أسبخ بوك اللي قيا غزوران دي أو نعل قديم أكرمك الله أو يا زري شفري أو خرق جلود سوداء يضعها في السيارات أو يا توري زريش ليدلي جامع كبري كم دي غفا قاردو كزوران دي أو يكتب على السيارة بعض الكتابات أو يا بقاردو ما نزيني خطونا ليكي يكتب مثلا الحسد لا ينفع كذا مثلا مثلا ليكي حسد كم دي دايس فايدانا كي لماذا تضع هذه الأشياء؟ ولذا شينا كخذ الكيجي أو كيجي. يقول لأن الله سبحانه وتعالى جعلها أسبابا لدفع العين. دا يقين ساتيك الله رب العالمين دا شينا دا نظر دا لركول دا بارا فايدا كريدي. نقول هذا الشرك أصغر. مونغور توايوش دا الشرك أصغر دي. وإذا اعتقد أن هي اللي تنفع وتضر بذاتها فهذا الشرك أكبر. أو كشرت دا عقيدة وساتيك دا شينا بذات خد تاوان أو زرر وركي نبيا شرك أكبر. هل فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا؟ آية رسول الله سهم دا كريدي. كان النبي صلى الله عليه وسلم لديه دار ولديه أولاد ولديه دواب، لم يصنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا. رسول الله صلى الله عليه وسلم كور همو أولادي همو سورلي هم ورسروي أغي داسي هز شيء ندي كدي. نعم، فالذي يحفظنا هو الله سبحانه وتعالى. سوق جزمون حفاظت كي الله رب العالمين دي. نعم، تعتقد وتجعل ما جعل الله سبحانه وتعالى سبب مثال وجاك ألم في البطن تقرأ على بطنك الفاتحة، هذا سبب شرعي رقية شرعية. كم شيء نتي الله رب العالمين سبب قرزه ولدي هذا باي سبب وقرزه ومثال كي توربي جستاب خيطة ما عندي درد راغي الله رب العالمين تدعا وكا نعم أو تأخذ شيء من الدواء وتشرب أو يازيني دواء واخلى أخرى تأخذ عسل شهد واخلى وتشرب العسل أو ويسكا فيه شفاء بإذن الله بديك إذا الله بحكم سر الشفاء ده أما أن تضع العسل يعني عندك في البيت دون أن تستخدم العسل هذا ما ينفع أو كذا شاطر والي وأسد كور كذي يخي واستمالينا لا غيس فايدنا كي إذا لابد أن ننتبه من تعليق هذه الأشياء فهي إما من الشرك الأصغر أو من الشرك الأكبر والله أعلم لازم يخبر هذا شيء منغا دي شيء متوجيش يا داش منغ بشرك أصغر كي واقعي كي أو يا بشرك أكبر كي واقعي كي والله أعلم